فريق بيبلو صديق سنة وصل على الفاينل فور، السنة فايت بقوة مع اندماج فريقهم لفريق عمشيد. شو بدك تقول سنة لجمهور بيبلو وعمشيد، وهل احتضر تمكنوا من وصول الفاينل هالسنة؟ هذيك السنة نحن وصلنا الفاينل فور، حققنا الهدف اللي حطنا اياه. هذه السنة بدنا نوصل لأكثر من فاينل فور، بدنا ننافس على البطولة. جيم اليوم بلشنا شوي بطيء، بس الثاني هاف رجعنا شدينا حالنا على البيك وقدرنا نربح، والبطولة رح تكون حلوة. بقول للجمهور إن شاء الله يدعمونا قد ما فيهم كل جيم، وإن شاء الله.